السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أسعار الدواجن اليوم. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. أهلا بكم. أسعار الدواجن اليوم النهاردة، سعر الدواجن البيضاء ارتفع النهاردة، مسجل في المزرعة 27 جنيه، وفي المحلات مسجل 31 جنيه. أسعار الدواجن البلد النهاردة في المزرعة 36 جنيه، سعر المحل النهاردة 41 جنيه. أسعار البط البلد النهاردة في المزرعة 40 جنيه، في المحلات 45 جنيه. سعر الأرانب النهاردة 38 جنيه في المزرعة، 45 جنيه في المحلات. لحم أمهات الأبيض النهاردة مسجل 22 جنيه، في المحل مسجل 25 جنيه. سعر الساسو النهاردة في المزرعة 32 جنيه للكيلو، 36 جنيه في المحلات. أما عن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات، فالنهاردة سعر كتكوت النهاردة في شركة الدهلية للدواجن مسجل 11 جنيه ونص. الدواجن الوطنية النهاردة كتكوت النهاردة مسجل فيها 12 جنيه وربع. الوادي للدواجن سعر الكتكوت النهاردة 11 جنيه ونص. القارة للدواجن 10 جنيه 75 قرش. العنان جروب 11 جنيه 75 قرش. كتكوت أمات النهاردة مسجل 11 جنيه 75 قرش. مصر العربية للدواجن النهاردة الكتكوت مسجل 11 جنيه وربع. شركة الإيمان النهاردة كتكوتها مسجل 11 جنيه ونص. القصبة للدواجن 11 جنيه ونص. كتكوت الأصيل النهاردة مسجل 11 جنيه وربع. دلتا مصر للدواجن كتكوت النهاردة مسجل 11 جنيه ونص. عياد للدواجن سعر كتكوت النهاردة 12 جنيه. أما عن أسعار البط اليوم، فالبط الفرنساوي عمر يوم مسجل النهاردة 9 جنيه و90 قرش. فرنساوي بيور 10 جنيه 75 قرش. المولر المحلي النهاردة مسجل 20 جنيه. المولر بيور 22 جنيه ونص. أما البط المسكوفي، فالمسكوف المحلي النهاردة مسجل 20 جنيه ونص. المسكوف البيور 22 جنيه. سعر الرومي الأبيض النهاردة مسجل 95 جنيه. أتمنى يكون حضراتكم استفدتوا النهاردة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.